أولا أنه من الواضح أن المرأة لها فترات حمل وولادة وحيض واستحاضة ونفاس ورضاع، وهي أمور مهما قلنا فيها فهي أقرب إلى معنى المرض منه إلى معنى الصحة، كما أنها أقرب إلى معنى الوسخ والقذارة منه إلى النظافة والنزاهة. وهذه الأمور مركوزة في خلقة جسد المرأة، لا يمكن لها التخلص منها بحال، ومن هنا كانت لها الأحكام الخاصة بها. ومن الواضح أنه كلما كان الوسخ أكثر كان تنظيفه أصعب، سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية.